راحة المؤمن الحقيقية أن يتعايش مع كتاب الله عز وجل، ففيه خبر ما قبلنا وخبر ما بعدنا ورسم طريق واضح للإنسان أن يصل إلى ما يرضي رب العباد عز وجل ويهدئ من روع هذا الإنسان. رزقك مضمون، عمرك محدود، ربك موجود، فكيف تحزن؟ الإنسان المؤمن لما يقرأ القرآن يثق أن هذا الكلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلا يطقطق إنسان لإنسان رأسه مهما كان. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هكذا قال عمر لعمرو بن العاص عندما امتعض ابن وادي مصر أن يسبقه واحد من الرعية ليس مسلما، أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ فاستدعى لما شكى القبطي إلى عمر بالمدينة، استدعى عمر عمرو وولده، وبعد أن ضرب أو أمر عمر القبطي أن يضرب هذا ابن عمرو، يقول له أجلها على صلعة عمرو، كمان يعني اضرب عمرو نفسه. قال يا أمير المؤمنين قد ضربت من ضربني، إنسان مصري لكن عنده شيء من المروءة، قال أنا خلاص أنت أمير المؤمنين أخذت لي القصاص وأنا غير مسلم وتقتص من ابن الحاكم وابن الوالي، خلاص أنا أخذت حق. قال ما ضربك هذا إلا بسلطان هذا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتكم أمهاتهم وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هكذا عمر فهم القرآن فهما صادقا.